شعائر الحج للتوحيد أعلام، يغشى الحجيج بها روح وأنسام. مناسك طاب من يحيا بها وكفل، عباد منها بقرب الله إكرام. هم الحجيج أفاض والقلوب وفات، أنعم بوفد إلى الرحمن قد قاموا. تضرعوا في جوار البيت وابتهلت قلوبهم، ومن الرحمن إنعاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهدي قنوات المجد الفضائية في برنامجكم الدائم التوحيد في الحج. البيت العظيم شيدته أسرة نبع منها التوحيد بعد انتشار الشرك في البشر، أسرة أبو الموحدين إبراهيم عليه السلام. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نسعد بلقائكم ونسعد بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، أستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة القرويين بدولة المغرب. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. وبكم كذلك. نلتقي بكم دائما في هذا البرنامج، ونسأل الله أن ينفع بعلمكم. وبكم كذلك. شيخنا الفاضل، تحدثنا في الحلقات الماضية عن توحيد الربوبية والألوهية وعلاقة توحيد الربوبية والألوهية بالعبادة، نريد أن نعرف ما معنى توحيد الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما إذا ذكر توحيد الأسماء والصفات فهو التوحيد الذي يعني اختص الله تبارك وتعالى به في أسمائه وصفاته. ودائما هي الأسماء هي دائما مشتقات من الصفات، من الصفات، يعني كل اسم فهو مشتق من صفة، مثلا الكريم من الكرام، العليم من العلم، الحكيم من الحكمة، وهكذا. فهذا التوحيد في الحقيقة هو معرفة كنز من الكنوز، ويعني يعني محاولة يعني استيعابه وفهمه في الحقيقة. يعني إن وفق الإنسان لهذا الموضوع وفق لخير كثير، ووفق للحقيقة التي ينبغي أن يحققها. لأن إذا الإنسان من الله عليه تبارك وتعالى بمعرفة أسماء الله وبمعرفة صفاته وبمعرفة أفعاله فقد حاز الخير كله. خلاص، إن بعد التوحيد ممكن أنك خلاص ترتبط بالله ارتباط يعني كامل، ما يبقى بينك وبينه أي حاجز من الحواجز. إشكالية تكون قريب من الله. تكون قريب من الله. أي خلاص بينك وبين الله خلاص، لأن الإنسان خلاص لما يحفظ هذه الأسماء ويحفظ هذه الصفات ويحفظ هذه الأفعال ويفهم معانيها تصير عنده يعني واحد الخصوصية يعني تختص به. وهذه هي إشكالية معظم الناس، أو يعني إذا تبي تقول يعني الكثير من الناس، لأن في الحقيقة يعني الناس بعدوا عن هذا الباب بعد بعيد. فالأسماء يستعملونها في أسماء مخصوصة أحيانا، مع الأسف يستعملونها حتى في المخالفة للسحر والكهنة هذا، مع أن الأسماء والصفات بالحقيقة هي بحر عظيم، بحر نور نعم وبحر خير. فالأسماء والصفات علاقة بالعبادة، علاقة إما علاقة الدعاء ولا علاقة العبادة. علاقة الدعاء هو الحاجة، يعني طبعا الإنسان دائما في حاجة، فالإنسان يبغي المغفرة ويبغي الرحمة ويبغي الرزق ويبغي مثلا العافية ويبغي مثلا
الشفاء ويبغي 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 الغنى ويبغي. فكل اسم من هذه الأسماء الإنسان يستعمله فيما يناسبه، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب عليا، يا رحيم ارحمني، يا غني اغنيني، يا رزاق ارزقني، يا رزق يا رزاق ارزقني، يا كريم كرمني، انت غادي. والحمد لله الأسماء والصفات ما شاء الله يعني باب واسع. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما من أحصاها أو من حفظها إيش؟ دخل الجنة. دخل الجنة. شوف هذا الخير هذا. يعني القصد من الإحصاء هو يعني هذا القرآن بوحده فيه 99. يعني القرآن نعم لو تتبعته وجدت فيه هذه الأسماء كاملة من أوله إلى آخره. وسبحان الله يعني الذي يقرأ القرآن ويتمعن فيه يجد أن آياته كلها إما أن تبدأ باسم أو تبدأ بصفة أو يأتي اسم في وسطها أو يعني أو تنتهي باسم أو تنتهي باسم. قلما تجد آية يعني لأهمية هذا أهمية هذا الموضوع، لأن هذه الأسماء التي تأتي في القرآن دائما إذا تريد أن تفهم المعاني تتابعها معاني الأسماء والصفات كلها بسياقتها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف الرحيم. يعني شوف كيف تفهم الآية خلاص بسياقها. هذا السياق يجعلك تفهم ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم وما صفته. اللهم صل وسلم. فهو رؤوف رحيم. وهكذا كل الآيات القرآنية إذا الإنسان تتبعها في أسمائها وصفاتها يجد هذا المعاني يعني متجلية فيها. ولذلك قالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لا شك لأنه يعني الحقيقة أنا كما قلت لك يعني هذه خصوصيات لو الإنسان يتمكن بالحقيقة من معرفة اسماء الله ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال خلاص يعني كيف ستكون عبادته، كيف ستكون أخلاقه، كيف ستكون يعني مثلا حياته يعني تجد شخص آخر. يعني فالله تبارك وتعالى من صفته العالم ولا لا؟ سبحانه. فأنت تحرص أنك تكون مع صاحب العلم. فمن صفته الكريم تكون، فمن صفته الغفور، فمن صفته التواب، فمن صفته الكريم. يعني الصفات كلها ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يعني أنت تحاول أنك يعني تتشبه بهذه الصفات. يعني أنت يعني ما دام أن الله تبارك وتعالى من صفته الكريمة أنت تطلب الكريم تكون كريم، ما دام أن الله غفور تكون أيضا أنت غفور. يعني فهو كرمه يليق به وغفرانه يليق به، وأنت كرمك يليق بك وغفرانك. لكن أنت في سياق هذه الأسماء، شوف الأسماء 99 كلها كما قلت لك في القرآن غير الأسماء اللي التي لا نعلمها اللي في السنة غير التي لا نعلمها. السنة أيضا فيها إن الله جميل يحب الجمال، الجمال فكذلك يعني تكون فيك هذه الصفات. تحرص على النظافة، تحرص على الهندام، تحرص على الشعور، تحرص على كل كذلك الشافي ذكر في السنة هذا هو وكذا يعني كلها كذلك الحي، إن الله حي ستير كريم، ستير حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يدون يردوا مش صفرة. صفرة سبحان الله. حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يردوا ما صفرة. فهذه كلها يعني تجعل الإنسان كما قلت لك يعني تجعله يعني فلهذا الآن الأذكار كلها أسماء وصفات ولا لا؟ نعم الأذكار كلها صحيح. وما أكثرها أغلب أسماء وصفات كلها أسماء، ما أغلب كلها أسماء وصفات يعني الأذكار كلها. فإذن هذا يعني شوف الآن إن ربط العبادة باش بالأسماء والصفات. فأنت الآن ما تذكر أنك تعبد ولا لا؟ يعني إنسان في أذكاره كلها هو يتعبد، في قراءة القرآن كلها يتعبد. فعلاقة الأسماء بالعبادة علاقة الروح بالجسد يعني ما يمكن نفكها. فهي علاقة يعني يعني متلاصقة مع بعض لا تنفك. لذلك قد يتساءل صاحب الفضيلة بعض الناس يقول أنا أريد أن أسأل الله باسمه الأعظم
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فما اسم الله الأعظم؟ وفي الحقيقة ورد نصوص في اسم الله الأعظم، ولكن الحقيقة الاسم الأعظم هو اسم الله سبحانه، لأن هذا الاسم هو أكثر اسما ذكر في القرآن، لأنه هو الاسم الذي ترجع إليه كل الأسماء. فتقول الله غفور، الله رحيم، الله ملك، الله قدوس، الله سلام، أو يا الله، أو يا المهم يعني تخبر بالأسماء الأخرى، جميل، تخبر بها عنه تبارك وتعالى. فالحقيقة هو الاسم الأعظم. والحقيقة الاسم الأعظم كلما يعني أنت أخذت اسم وتوسلت به فهو عظيم، فالله عظيم والكريم عظيم والرحيم عظيم والرحمن عظيم منتهي، يعني كلما احتجت إلى اسم وكلما تمسكت به فهو عظيم. فلهذا ما يحدد في الحقيقة اسم الأسماء يقال هذا هو هو الاسم الأعظم، فكلها عظيمة، لكن يعني في الظاهر أن اسم الله هو أعظم، أعظم الأسماء، لأن كل الأسماء الجلالة يعني يخبر بها عنه. نعم، كل الأسماء تندرج تحت لفظ الجلالة الله. تقول الله غفور، الله رحيم، الله رحمن، الله ملك، الله كذا. فلهذا يعني هذا هو الأحسن. ورد حديث بعضها فيها مقال وكذلك، أنا عندي اختيار أنه هو هذا هو الاسم الذي أنت تحتاج إليه، فكلها عظيمة. فواحد محتاج إلى الرحمة يطلب الرحمة، هذا هو يحتاج مثلا إلى الغنى يشوف الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء، هذا هو أنتم الفقراء إلى الله. يعني قصدين هذا، ولهذا تجد الآن النبي عليه الصلاة والسلام في مختلف دعواتهم يختلفون من نبي آخر في قضية الأسماء حسب الحاجة. يعني كل نبي تجد له يعني اختيار في اسم من الأسماء حسب الحاجة، وحسب حتى النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته كلها حسب حسب الحاجة كان يتوجه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بعض الناس أيضا شيخنا يفهم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، خلاص أنا حفظت الأسماء سأدخل الجنة، أو لابد من العمل بها والدعاء أيضا بها؟ هي أصلا هو حتى هذا الإحصاء ليس لله، ليس الحفظ فقط، لا، ليس لله 99 من اسما، فهناك أسماء أخرى. نعم، لكن القصد من هذه الأسماء لها خصوصيات. نعم، يعني مثل الذي يقول لك لك أنت 100 درهم، معنى أنه ليس فقط هذه 100 درهم هي الموجودة، فهناك دراهم أخرى كثيرة. اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم، فهو عندك. معنى الأسماء لا حد لها، دعاء عظيم. أيه، الأسماء لا حد لها، لكن هذا الحصر تدل على أن هذه الأسماء لها هذه الخصوصيات فقط، وإلا أن هناك إيش؟ هناك أسماء أخرى كثيرة. وفي السنة أسماء كثيرة، فيها المحسن، فيها الجميل، فيها الحي، فيها الستير، فيها أسماء أخرى يعني. وهناك صفات أيضا يريد الله أن نتصف بها، هذا هو، وصفات لا تليق إلا بجلاله سبحانه، الكبر مثلا والعظمة والجبروت، وهذه إذا اتصف بها الإنسان أعوذ بالله هذا منازع لله. إذا الإنسان اتصف بالكبر، اتصف بالكبير، أو اتصف بالجبروت، أو اتصف أو العزة، أو العزة، أو شيء من هذه كلها، هذه يعني منازع لله تبارك وتعالى، فيما مختص بالكبرياء كلها لله بوحده سبحانه، الجبروت كله لله تبارك وتعالى، العزة كلها لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى، العزة هو للرسول إيش؟ وللمؤمنين. القصد هو أن الأمور اللي يعني مختص بها لا ينازعه فيها أحد، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. يعني القصد أن أسماء الله تبارك وتعالى يعني الذي يعني مثلا يتمعن فيها يجد. فلهذا العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب وألفوا فيه القدماء والمعاصرون، تجد مثلا في هذا الباب كتب كثيرة في الأسماء والصفات. أنا طبعا معظم القدماء يألفوا أحيانا تجد عندهم بعض
يهتم بجانب يعني من التوحيد فيبوب له بابا أو يؤلف له بابا. هذا هو في أمد الأقصى في الأسنى في كتب كثيرة اللي هي ألف في الأسماء والصفات. في الأسماء والأسماء والصفات للإمام البيهقي أيضا له كتاب اسمه الأسماء والصفات. فأقصد أن هذا الباب اعتني به اعتناء يعني طيب، وكما قلت لك هو أهل اللي لاعتناء في الإنسان إذا تتبعه يجد. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، شكر الله لكم متابعينا الكرام، ونلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم بوفد إلى الرحمن قد قاموا، تضرعوا في جوار البيت وابتهلت قلوبهم، ومن الرحمن إنعاموا.